اهلا بيكم في حلقه جديده من اومني فيرس ووتشر. النهارده احنا هنتكلم عن روبن، نشوف هما كام واحد، هنتكلم على كل واحد فيهم بالتفصيل وفي الاخر نقول مين افضلهم. ايه هو روبن ده؟ روبن ده السايد كيك بتاع باتمان اللي هو بيلي او السنيد، ظهر لاول مره في الكوميكس سنه 1940 في العدد رقم 38 من سلسله كوميكس ديتكتيف كوميكس. دي كانت محاوله من دي سي انها تشجع الشباب الصغير الصاد الواعد ان هو يشتري الكوميكس، وبالفعل مبيعاتهم زادت الضعف. ايه هو سبب تسميه روبن بالاسم ده؟ اختلفت الاسباب، بس في ناس قالت ان واحد من المؤلفين اللي اخترعوا روبن معجب بروبن هود، وقيل ان المؤلف التاني معجب بطائر الامريكان روبن، وقيل ان السببين صح. ازاي دخلوا روبن للاحداث؟ جابوا ان باتمان لازم يلاقي حد يتكلم معاه، ما ينفعش يبقى وحيد، وزي ما شيرلوك هولمز لي واتسون، ليه باتمان ما يبقاش ليه روبن؟ مع الوقت مصطلح باتمان اند ذا روبن ده بقى منتشر جدا، والناس كلها بقت عارفاه وبتحبه. اتعرفوا باسامي زي ذا دايناميك ديو وذا كيد كروسيدرز. احنا دلوقتي هنتكلم على روبن بالتفصيل وناخد تفاصيل عنهم اكتر. اول واحد ديك جريسون، ذا اوريجينال روبن، ذا بوي وندر. ده بينتمي لعائله اسمها ذا فلاينج جريسونز، عائله مشهوره بالالعاب الاكروباتيه في السيرك. ابوه وامه ماتوا في السيرك على ايد زعيم جرامي اسمه زوكو. بروس وين كان حاضر في اليوم ده في السيرك، قرر يتبنى ديك، وبعدين لقى ان الولد غضبان ومتضايق وشايل حزن كبير، حب يوجهه للطريق الصح، عرض عليه ان هو يبقى روبن. الولد جامد ومشهور بالالعاب الاكروباتيه، وهو اصلا اتعلم فنون قتاليه فهو كويس، بس هو بتسوء علاقته مع باتمان عشان خاطر ان هو كده تحسه لن اعيش في جلباب ابي، هو على طول عايز يستقل ويبقى بعيد عنه. وبالفعل راح اسس تايتنز، وبعدين ساب هويه روبن وبقى اسمه نايت وينج، وبعدين راح ساب له بوسم كلها، راح بقى الحارس بتاع مدينة بلود هوفن. من وقت للتاني بيساعد باتمان، وهو جاي وقت اصلا وهو بقى باتمان اصلا. كان ساعتها كان بروس وين تم اعتباره ان هو ميت، ساعتها داميان وين بقى روبن وهو بقى باتمان. علاقته ببروس وين دايما مضطربة كده تحسها، يعني هو بيحبه بس هو دايما تحس ان هو هيموت ويضربه. تاني واحد جيسون تود، ده كان طفل متشرد بيحاول يقلب في العربية بتاعت الماد موبيل. كان ساعتها بروس وين كان ديك جريسون سابه، قال لك ليه لا، ليه ما خلوش روبن؟ اداله تيست واختبار جريمه قال له حلها، الولد حلها فعلا، وبعدين قال له ايه رايك تبقى روبن. في الثمانينات دي سي قررت تعمل حركه جديده وصايعه، قال لك ايه رايكم يا جماعه موت لكم جيسون تود؟ اغلبيه الناس قالت اه موتوه، خلينا نشوف ايه اللي هيحصل. بالفعل دي سي موتته في قصه اديسن ذا فاميلي، بس هو بعد كده رجع وبقى اخد هويه جديده اسمها الريد هود. في فيلم انيميشن بيلخص القصه بتاعت اللي هو اديسن ذا فاميلي وان هو رجع كالريد هود اسمه اندر ذا ريد هود، انصح بمشاهدته جامد جدا. هو دلوقتي قائد مجموعه اسمها ذا اوتلوز، الخارجين عن القانون، ومعاه ستار فاير ومعاه ارسنال. تالت حد تيم دريك، دي سي كانت محتاره في الوقت ده، هل الناس كانت عايزه تموت جيسون تود بسبب ان هم مخلوقين منه، ولا بسبب ان هم عايزين باتمان ما يبقاش مع روبن؟ لذا قرروا يقدموا تيم دريك على استحياء تجربه كده. الاول خلوه يربطوه بشخصيه مشهوره محبوبه زي ديك جريسون، جايبينه ان هو عارف ديك اصلا وعارف عيلته، وكان موجود في اليوم ده في السيرك لما اهل ديك ماتوا، وبعدين قعدوا يعملوا فلاش باكس كده تبين لك ان هو موجود في الاحداث من البدايه خالص عشان تحسسك ان هو شخصيه مألوفه فالناس تحبها. الولد جامد جدا في التحقيق، وبالفعل استنتج ان ديك جريسون هو روبن، وبالتالي استنتج ان بروس وين هو باتمان. وبالفعل بروس وين في يوم قال له انت يوما ما هتبقى افضل محقق في العالم، ذا وورلد جريتست ديتكتيف، اللي هو التايتل ده اللي مع باتمان اساسا. هو كمهارات قتاليه احسن من جيسون بس اقل بكتير من ديك جريسون، بيحاول يعوض الفرق ده عن طريق ان هو يستخدم ذكائه وعن طريق مهاراته في التحقيق. زي ما قلنا في القصه اللي هي بتاعه فاينل كرايسيس، لما بروس تم افتراض ان هو مات، نايت وينج بقى باتمان وداميان وين بقى روبن. هو ساعتها اخذ تايتل جديد واستقل بقى اسمه الريد روبن. بعد كده في ستيفاني براون، دي واحده تبقى الجيرل فريند بتاع تيم دريك، كانت تعرف باسم سبويلر. لما تيم دريك استقال من منصبه كروبن هي جات لباتمان قالت انا عايزه ابقى روبن، بالفعل خلاها روبن وبعدين رفضها مرتين عشان خاطر هي مش بتسمع الكلام. على طول بتحاول تثبت نفسها قدام باتمان، وده اللي وقعها في مشاكل انها عملت حرب ما بين العصابات على ارض شارع جوثام، حاولت توقفها، بلاك ماسك مسكها قعد يعذبها، ماتت من اثار جروحها. بس بعدين بعدها بكام سنه رجعت تاني وطلع انها ما ماتتش ولا حاجه، واخدت عباءه بات جيرل بديله لباربرا جوردن، لذا هي الشخص الوحيد اللي في الكوميكس اللي اخد عباءه روبن وبات جيرل. بس دلوقتي في النيو 52
دي سي تناسب تماما انها كانت بات جيرل او روبن، وهي دلوقتي تعرف باسم سبويلر بس. بعد كده في داميان وين، ابن بروس وين وابن تاليا الغول، حفيد راشل غول. بروس وين ما كانش يعرف بوجوده، هو شخصية غير منضبطة، مفتقرة للأخلاقيات وعنيدة. بروس وين قضى وقت صعب معاه، وده بسبب إن هو اتربى على إيد ذا ليج أوف أساسنز. زي ما قلنا تاني في الفاينل كرايسيس، لما بروس تم افتراض إن هو مختفي، ديك جريسون بقى باتمان. ساعتها تاليا الغول إدت ابنها لألفريد وديك جريسون وقالوا خلوه معاكم. هو ساعتها بقى روبن، بس بعد كده باتمان رجع بقى. هو ساب بعد كده هوية روبن، وده نتيجة إن أمه حطت جائزة مالية لمن يأتيها برأسه. بقى يعرف باسم هوية تانية اسمها الريد بيرد، بس هو اتقتل بعد كده على ايد مستنسخ شغال عند الليفايسون، بس بروس وين عرف يرجعه بعد كده. في قصة اسمها داميان ذا سون اوف باتمان. القصة دي في بتدور في المستقبل، ان داميان في المستقبل بقى باتمان بعد ما بروس وين مات على ايد الجوكر. بعدين في روبن ستة، بس دي مش كانون، يعني مش في سياق العرض الرئيسي بتاع دي سي. دي واحدة اسمها كاري كيلي، دي المفروض ظهرت في قصة اللي هي دارك نايت ريتيرنز، لما بروس وين كان عجز وكان محتاج روبن، بس زي ما قلنا دي مش كانون. كل الروبن الرجالة كانوا أعضاء في فرقة التايتنز، ده كمان في ناس منهم كان منصبهم مهم جوه التايتنز، زي ديك جريسون هو اللي مؤسس التايتنز وكان التيم ليدر بتاعها، واحد زي تيم دريك كان الليدر سنة 2012. في الكوميكس ديك جريسون كان روبن من سنة 40 لغاية أوائل الثمانينات، بعدين جيسون من 83 لغاية أديسن ذا فاميلي سنة 88، بعدين تيم دريك اتقدم 91، ستيفاني براون 2004، داميان وين 2009. دلوقتي في النيو 52 دلوقتي روبن هو داميان وين. التلاتة روبن الرجالة اللي قبله اللي هم ديك جريسون، جيسون تود، تيم دريك، شغالين بالهويات الجديدة بتاعتهم اللي هي نايت وينج، الريد هود، الريد روبن. بالنسبة لسؤال مين أفضلهم، أنا بالنسبة لي بفضل تيم دريك. الراجل ده لم تشاء الظروف أو الصدف إن هو يقع في طريق بروس وين، ما خدمتهوش الصدف زي الباقي، يعني داميان وين ابن بروس وين. بالنسبة لديك جريسون ابن المتبني برضه، وكان ساعتها في السيرك لما شاف أبو وأم ديك جريسون ماتوا فقرر يتبناه. واحد زي جيسون كان بروس شافه وهو بيحاول يقلب العربية. تيم دريك أثبت نفسه وهو اللي راح لباتمان وقال له أنا عارف هويتك. أنا بالنسبة لي تيم دريك هو أحسنهم وأكثرهم تكاملا. صحيح هو مش قتاليا جامد زي ديك جريسون، بس هو بيعوض ده باستخدام ذكائه ومهاراته في التحقيق. أنا عايزك دلوقتي في الكومنتس تقول لي أنت شايف مين فيهم، لو أنت عارفهم كلهم مين أفضلهم بالنسبة لك. بس كده احنا الحلقة الجاية هنتكلم عن حاجة جديدة. لغاية الحلقة الجاية ما تنساش تعمل لايك وشير وقول لي ايه رأيك في الحلقة، ولو انت مش عامل سبسكرايب يعني.